أسرع أكلة بالعالم. معكرونة بنكهة الششبرك، من أسهل الأكلات اللي ممكن تجربوها. شرفوا معي. هذا الدمار الشامل، بسم الله. شوفوا لي على هالمنظر اللي بياخد العقل. يا ويلي على هالمناظر اللي ما بترحم. عندي 250 جرام لحمة مفرومة ناعمة، وعندي حبة بصل بدي أفرمها ناعمة وبعدين منقليهم على الغاز. بسم الله. هلا على مقلاية بدنا زيت نباتي او سمنه على حسب الرغبه، يعني تقريبا 4 معالق بيكفوا. بننزلهم بالمقلاية ومنقلي البصل مع اللحمه. بسم الله. حمي الزيت معنا، بننزل البصله. بسم الله. وهلا بننزل اللحمه. الحشوة فينا نحط اللحم وفينا نبدلها بالجاج وفينا نستغني عنها، هي الشغلة بترجع لكم. البهارات براس المعلقة، ملح، فلفل، بهار مشكل. بسم الله. هلا بعمل لهم تقليبة وبيكونوا جاهزين معنا. على طنجرة بدي فضي 2 كيلو لبن. بسم الله. حاولوا يكون اللبن كامل الدسم. لكل كيلو لبن بدنا نضيف معلقة ونص نشا. بسم الله. هاي 1 وهي 2 وهي 3. بدي اسلق المعكرونة مع اللبن لحتى ناخذ الطعمة 100%. بنفضي 2 كاسات حليب وبنلحقهم ب2 كاسات مي. بسم الله. هلا بدنا نملح 1 2 معلقتين صغار ملح. بنحركهم كتير منيح وبعدين بنشغل عليهم الغاز. بسم الله. واللبن لازم يكون خفيف بهذا الشكل. لبين ما يجهز اللبن معنا معلقة ثوم مهروسة والكزبرة الخضراء أهم شيء لهي الوصفة. يا ويلي على هالروائح. هلأ غلى اللبن معنا، بدنا نضيف المعكرونة. بسم الله. أنا عم بستخدم 2 كيس معكرونة. منحرك المعكرونة مع اللبن ومنهدي عليها، منخليها تستوي على راحتها. إذا لقيتوا اللبن تقل معكم زودوا 2 كاسات مي سخنة. وبهي المقلاية دوبت معلقة سمنة، بدنا نقلي الثوم مع الكزبرة. بننزل معلقة ثوم. ما بدي الثوم ياخد لون، بس تقليب من قلبه يعني على سمنة وسط تقريبا. ومنضيف الكزبرة. بعد ربع ساعة استوت معي المعكرونة، شايفين ما شاء الله. هلا بعملها تحريكة، شوفوا طالعة بتاخد العقل. هلا انا رح زود لها 1/2 كاسة مي سخنه. بسم الله. وهلا بنسمي بالله وبننزل الكزبره والثوم وشوي من اللحمه. بسم الله. بقلبها كلها مع بعضها وبطفيها لحتى تاخذ من كل النكهات. يا ويلي على هالروائح يلي ما بترحم. شوفوا ما شاء الله المعكرونه بتاخذ العقل. هذا الدمار الشامل، بسم الله. شوفوا لي على هالمنظر يلي بياخذ العقل. أسرع أكلة بالعالم. وهلأ منزين الوش باللحمة اللي زادت معنا. بسم الله. هاي الأكلات الصح، والكزبرة اللي زادت معنا للون بس. وهلأ ما مننسى الختم النهائي من عند الشيف علي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي على هالمناظر اللي ما بترحم. هاي الأكلات الصح، هاي الأكلات دمار شامل. معكرونة بنكهة الششبرك صارت جاهزة معنا. خلونا نسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي على هالمناظر، والله مشتهيكم بهاللقمة. بسم الله. طالعة أكتر من ذهب. ناخد اللحمة مع المعكرونة، منسقسق اللقمة شوي ومنسمي بالله. وهيك اخواتي وصلنا لنهاية الفيديو، ومثل العادة اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تضبطولنا وضعها بلايك. وكان معكم الشيف علي وصحن المعكرونة بالششبرك. تحياتي لكم.